طيب طمنتكم على اليو ديانجو، على بدر بنون، وعلى ياسر ابراهيم، لكن علي معلول المصاب من فتره من مباراه الاهلي وبايرن ميونخ لو تفتكروا في العضله الخلفيه، وتجددت اصابته، هيرجع في الاسبوع الاول من شهر مايو. يعني باذن الله في الاسبوع الاول من شهر مايو يكون علي معلول رجع. جونيور اجاي كان عنده شد في العضله الخلفيه، بينفذ برنامجه العلاجي التاهيلي، وان شاء الله خلال اسبوعين يكون جاهز. محمد هاني عنده شد في العضله الضامه، بينفذ البرنامج بتاعه، هيتحدد موعده بعد الفحص الاخير ان شاء الله. حمدي فتحي طبعا فاكرين اصابته بكسر في الدراع، باذن الله تعالى الاصابه كلها كانت محتاجه 70 يوم، قضى فتره منها، فان شاء الله مع انتهائها يكون جاهز للعوده. ومحمد محمود شوفي من جراحه الغضروف اللي عملها في شهر سبتمبر، وبينفذ حاليا علاج تاهيلي وقرب يدخل ان شاء الله. محمود متولي شوفي من جراحه الرباط الصليبي، وبيؤدي المراحل الاخيره بتدرج في برنامجه العلاجي. كريم ندفت الحمد لله شوفي ومفيش اي شكوى من اي رشح في الركبه، عودته للمرام مع الفريق متوقفه على القرار من طبيب الفريق الدكتور احمد ابو عبله، اللي الحقيقه عنده اهتمام كبير بعدم الاستعجال في العوده يا باشمهندس. ما خلاص بقى اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي، واحنا يعني احنا بننفخ في التلج دلوقتي. طيب متولي زي ما قلت لكم شوف الحمد لله من جراحه الرباط الصليبي، وبيتمرن حاليا، بيأدي تدريباته الخاصه، وباذن الله تعالى يعود هو الاخر يدعم القوى الدفاعيه للفريق. النهارده الاهلي خد راحه، بكره بيتمرن وهيعسكر ل مباراة إنبي بإذن الله تعالى. بيتسو موسيماني كان واضح يا استاذ ابراهيم، الفوارق الزمنيه دي مش هقول لك اللي اتعور ما يلحقش يخف، اللي ما نامش يوم كويس تعرف انت لما في يوم تسهر عايز يوم انت تعافى، ايوه يعني قلقان دي بتحصل لي، بس تيجي على الفجر كده وتيجي تنام ما تنامش، تنزل بقى تتمشى في البيت وبتاع، اقعد تاني يوم وعايز يوم تاني عشان ارجع لحالتي الطبيعيه. انت متخيل يعني ايه اللي ما يعرفش ينام ما يقدرش يبقى طبيعي بعد بكره؟ طبعا طبعا، مش اللي اتعور بقى. صحيح.